طيب عد معايا بقى كده، نعد مع بعض. واحد عمر السومه لاعب الهلال السعودي، اثنين جاي مبنزا مهاجم الملعب التونسي، تمام؟ ثلاثة إليكي مهاجم لوزر، أربعة علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا، خمسة هارليم نويري مهاجم استوا بوخارست الروماني، وستة وممكن ما يكونش آخر واحد يعني أليو باجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي. واخدين بال حضراتكم كام اسم امبارح الأهلي اتعاقد معاهم؟ اتعاد معهم بس على السوشيال ميديا، على المواقع، بعض الأخبار، الكلام من ده. لو تفتكروا برضو أيام ما كان الأهلي بيجيب مدير فني قبل ما يعلن عن مستر فايلر، كنا عملنا نفس الموضوع ده، طلعنا قلنا لحضراتكم في أسماء كتيرة جدا ورصدنا لحضراتكم الأسماء اللي اتعرضت كلها. في الآخر جه مين؟ جه واحد اسمه أصلا ما اتطرحش، اللي هو مستر فايلر. اسمه ما كانش مطروح إعلاميا يعني بالتحديد، لكن ممكن كان يكون موجود على طاولة الناس، طاولة المسؤولين في النادي الأهلي، وهم قرروا بعد كده. المرة دي نسبة قليلة قوي اللي ممكن يطلع من الأسماء دي لعيب للنادي الأهلي جديد، نسبة قليلة. النسبة الأكبر إن هو ممكن يكون اسم خارج القايمة دي من الأسماء زي ما احنا تعودنا دايما. وندل الموضوع ده هيدل على إيه؟ هيدل على السرية التامة اللي بيشتغل بيها المسؤولين في النادي الأهلي، وده أمر في الحقيقة يحسب له، زي ما حصل كده أيام المدير الفني بيحصل دلوقتي في بخصوص المهاجم اللي ممكن النادي الأهلي يتعاقد معاه خلال الفترة الجاية، أو اللاعب اللي هيتم انضمه يعني خلال الفترة الجاية. ففي الحقيقة يعني أمور غريبة جدا وكلام، والكل بيقول لك رسمي خلاص الأهلي خلص لعيب، ورسمي خلاص الأهلي واللعيب ده انضم للأهلي وهيلعب ماتش النجم وهيجي مش عارف إمتى، وتفاصيل كتيرة جدا غير حقيقية إطلاقا. بمجرد حسم الصفقة بشكل رسمي هيتم الإعلان سواء من خلال القناة أو من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي. حتى الآن مفيش أي شيء رسمي النادي الأهلي بصدد الإعلان عنه. لما الأمور تنتهي بشكل تام هتعرفوا اسم اللعيب اللي هينضم للنادي الأهلي. الأهم بالنسبة لنا كلنا إن هو يكون اسم إضافة للفريق ويقدر يساهم في التحديات والأهداف المختلفة للنادي الأهلي، لعل أهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي احنا ماشيين فيها، وبإذن الله عندنا طموح كبير جدا فيها وواثقين جدا في الجهاز الفني واللاعبين. حسابيا الاهلي موجود في بطوله بقوه، حسابيا القلق ساعات بيبقى بسيط عند الجمهور، ده حبا في الفريق وكلام من ده، وطموح بيبقى كبير وعشم ممكن، لكن غير كده لا، الاهلي حسابيا في ايده كل حاجه في بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي اللاعب اللي هيجي باذن الله هيكون اضافه، واكيد هيدعم الصفوف بالشكل المطلوب من خلال طبعا راي مستر فايلر يعني. فده امر انا حبيت ابتدي مع حضراتكم بيه الحلقه، لان في الحقيقه يعني الواحد استغرب، واكيد حضراتكم استغربتوا بشكل كبير جدا الاسماء الكتيره اللي كانت بتتقال امبارح بخصوص تعاقد النادي الاهلي مع لاعب منهم.